سلام خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. كما كنوعدكم ديما الجديد، ديما بلاصة جديدة، منظر جديد إن شاء الله، نتمنى يعجبكم. اللي هو اليوم غادي نمشي لواحد البلاصة اللي سميتها أرزغورو، اللي فيها ديك الشجرة ديال الأرز اللي العمر ديالها كيتراوح تقريبا 700 سنة، وبغيتكم باش تشوفوا داك المنظر إن شاء الله، ونتمنى يعجبكم. ومن تما غادي ندوز ان شاء الله لواحد البلاصه اللي فيها القروده وداك الشيء، وعاد غادي نضرب الدوره ان شاء الله. يلا بقاو معايا الاخوان. هانتوما كما كتشوفوا وصلنا لديك الشجرة ديال الأرز، ولكن للأسف يبسات. هانتوما ها هي هانتوما كما كتشوفوا، راه الشجرة كبيرة تبارك الله. يلا الإخوان بقاو باش نشوفوا منظر جديد إن شاء الله. ديك الشجره ديال الارز، وغادي دابا ديال ديك البلاصه ديال فين كاينه القروده. عارف يمكن نوت بيتر هذا كمان كل شرارة هذه.
السياح كاينين هنايا، الكرفان ديالهم جاي باش نعطيه ما ياكل. قول قول ما جاك رزقك هذاك. يلا بقاو الاخوان باش نصور بديك الكاميرا الاخرى باش تشوفوا مزيان الديكور هذا. شوفوا مسكين ها واحد راه طالع فوق الشجره وهو هابط. خذ بابيك هاك يلا شتي قول ما جاك. هاك يلا نشوفو الاخرين هتاكل غير نتا. هانتوما الاخوان كتشوفو واحد الكوتكوت صغير ها هو خاف. هذا ماشي خواف هذا صاحبي هذا شتي. هلا صاحبي انت الله فيك مزيان. كوتكوت راه في ديك الشجره كياكل بوحدو. ها هكا بوراس اجري عليه والله ما خليه ياكل. اخلي السيد ياكل حقو اشري والله ما كتشبع انت بالله. هاك انت ها هاك واقف مسكين كيشوف. دير باي باي دير باي باي. الديكور اللي هو واعر والله العظيم. انت ها حقرك صاحبك هاك. كل ما تخافش صاحبي انا معاك هنا غادي نحامي عليك. هاك صراطي وقبل ما يجي صاحبك يحيدولك. أو هاكي وتك طلع لهنا طلع صوت انت كتشد بجوج يدين. نرميو لهذاك نشوفو واش غيشد.